وما زلنا في ذات السياق، حيث قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الحوار هو السبيل الأمثل للحفاظ على أمن وتماسك ووحدة العراق، تعليقا على استفتاء انفصال إقليم كردستان. وخلال تدوين لقرقاش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار إلى أن المنطقة خاضت المواجهة وكثيرا ما دفعت الثمن في ملفات عدة.